المعادن. بدايه قبل لا نبدا بالمعادن لازم نعرف بان احنا عندنا الذرات، كل ماده تتكون من ترابط، مجموعه من الذرات. الاتوم او الذره contains electrons, proton, neutron، وحجمها معروف بالصغر، بحيث 40 مليون اتومز تقريبا تغطي 1 سنتيمتر. اهم العناصر the main elements of the earth crust، الاكسجين، سيليكون، المنيوم، حديد، كالسيوم، صوديوم، بوتاسيوم، والمغنيسيوم. وهاي النسب اللي موجوده، من هاي النسب راح نعرف انه تقريبا عندي الاكسجين والسيليكون او اكسيد السيليكون وبعد الالمنيوم هي تمثل لي معظم يعني مركب المينرال، تعريف المعدن، ناتشرال اليمنتس اور كومباوندز، مركبات طبيعيه او عناصر طبيعيه، ستيبل كيميكال كومبوزيشن، لها تركيب كيميائي ثابت، ان اورجانيك غير عضويه، كريستال شيب لها شكل بلوري ثابت اي تتبلور باشكال معينه، الاشكال البلوريه ان شاء الله نشرحها في محاضره لاحقه، وفيزيكال بروبرتيز والها مواصفات فيزيائيه. حتى ندخل بالموضوع، تعريف المعدن اذن هو ناتشرال اليمنتس اور كومباوندز تيبل كيميكال كومبوزيشن ان اورجانيك كريستال شيب فيزيكال بروبرتيز والكيميكال بروبرتيز اوف مينرالز ميتاليك نون ميتاليك. طيب عدة مجموعات من المعادن عندنا، النوع الأول اللي هو الناتيف أو المعادن العنصرية مثل الميتاليك والنون ميتاليك، مثلا الفضة، الذهب، النحاس، الكبريت، و هاي المعادن اللي نسميها الاليمنت او المعادن اللي متكونه من نوع واحد او ذره واحده، نوع جزيئه واحده يعني من ماده واحده. الاوكسايدز الاكاسيد، اهم اوكسيد عندي سي اي او 2 مثل ما ذكرنا سابقا، اف اي 2 او 3 اللي هو طبعا اس اي او 2 الكوارتز، اف اي 2 او 3 الهيماتايت، والاف اي 3 او 4 اللي هو الماجنتايت، اكاسيد الحديد اللي موجود، وهكذا كل عناصر الاكاسيد تكون عده انواع من المعادن. سولفايدز او الكبريتيدات، اللي هي Fe2 S2 البايرايتس والبي بي اس الجالينا، الكبريتات سولفيتس سي اي اس او 4 2 اتش 2 او اللي هو الجبسوم، والسي اي اس او 4 اللي هو معدن الانهيدرات. هاي المعدنين بالاساس يكون له صخور الجبسوم وصخور الانهيدرات اللي تكون الكابروك الحقول النفطيه تكون نفاذيتها قليله، ايضا بالاضافه للهاليدات الهاليدز اللي هي الان اي سي ال اللي هو ملح الطعام، صخور ملح الطعام. هاي الثلاث صخور اللي هي الجبسوم والانهيدرايت والهاي راح نتكلم عنها معادن، وايضا تكون له طبقات صخريه. الكربونيت سي اي سي او 3 اللي هو الكلسايت، وسي اي سي او 3 ام جي سي او 3 اللي هو الدولومايت. اذا صخور الكربونيت او الصخور الجيريه نسميها او المعادن الجيريه، هاي ايضا مهمه، احنا قاعدين يصير عندنا خلط بين معادن وصخور، راح تدري عن هذا الموضوع. الفوسفات سي اي 2 اف اي سي ار بي او 4 اللي هي صخور الفوسفات اللي موجوده، هذا معدن الفوسفات. سيليكيت، السيليكيت اللي هي المعادن السيليكيه، طبعا المعادن السيليكيه اللي هي اكثر انتشار بالطبيعه، السيليكا تتراهدون رباع السيليكا ريبريزنت اباوت 25% اوف ناون مينرالز 90% اوف كراست مينرالز اند ديفايدد ماني جروبس از بيلو. طبعا المعادن السيليكيه تمثل لي 25% من المعادن الموجوده بالطبيعه و90% من المعادن الموجودة على سطح الأرض. تقسم إلى عدة جروبات حسب تركيب الجزيئة اللي موجودة وتركيب الجزيئات بالتتراهيدرا. نيزوسيليكيت، سوروسيليكيت، سايكلوسيليكيت، إينوسيليكيت، والفايلوسيليكيت، والتكتوسيليكيت. هاي أنواعها. هاي الصورة اللي أمامي، راح نشرح إن شاء الله في المحاضرة كل واحدة من هاي شو تمثل وشلون ترتبط وأمثلة عليها. Physical properties of the minerals، الصفات الفيزيائية للتعرف على المعادن. أول شيء اللون، لون المعدن يختلف
وعدة ألوان عندنا، وعندنا شارتات تعريف الألوان حسب لون المعدن اللي موجود وحسب الشوائب اللي موجودة بالمعدن. ستريك أو المخدش هو لون البقايا اللي يتركها المعدن من حك المعدن في قطعة بورسلين أبيض. اللستر أو البريق، بريق المعدن بالضوء شلون يعكس الضوء. والترانسبيرنس الشفافية، قدرة المعدن على السماح للضوء لاختراقه، تختلف معادن معتمة ومعادن شفافة. الهاردنس أو الصلادة اللي هي أهم مقياس عندنا، اللي هو مو طبعا يوجد مقياس خاص للصلادة اللي هي قابلية المعدن على الخدش. إنه يعني مثلا تارك عندنا اللي هو واحد في مقياس موهو أو موس حسب ما يسمى باللغة العربية، تالك معدن تالك واحد ممكن يخدش بالأظفر، جيبسوم بعدين كالسايت فلورايت أباتايت أورثوكليس فلدسبار كوارتز توباز والكوراندوم والدايموند اللي هو الماس. الصفة الأخرى الساسة اللي هو الكليفيج أو التشقق اللي موجود على سطح المعدن، الفراكتشرز التكسرات أو قابلية المعدن للكسر، شكل المكسر مال المعدن، هل يكون الشكل محاري، هل يكون الشكل مستوي، هل يكون الشكل محبب، وهكذا. الدنسيتي اند سبيسيفيك جرافيتي، الكثافة والوزن النوعي. طبعا هاي أهم الصفات اللي راح نعرف. إيجنياس صخور نارية، سيديمنتري وميتامورفيك. مصدر المواد اللي تشكل هاي الصخور و روك فورمينج بروسيس او العمليات اللي تسبب او تشكل هذه الصخور. هاي مقسم الجدول عندنا راح ناخذها ان شاء الله بالمحاضرة التالية راح ندرسه تفصيلا. هاي أهم المعادن المكونة، some common minerals of igneous sedimentary and metamorphic rocks. بالإيجنياس روكس لاحظ هنا الكوارتز والفلدسبار والمايكا بايروكسين والأمفيبولايت والأوليفين. بالسيدمنتري روكس الكوارتز الكلي مينرالز معادن الطينية، الفلدسبار كالسايت دولومايت والجبسوم والهالايت. هاي أهم المعادن المكونة للصخور الرسوبية. هذا الموضوع أو موضوع الصخور الرسوبية راح إن شاء الله نتعمق به بالتفصيل خلال هذا الكورس والكورس القادم. لاحظ أيضا المتمورفيك روكس أو الصخور المتحولة، المعادن المكونة الكوارتز فلدسبار مايكا جارنيت بايروكسين وستريولايت والكيانايت. هاي أسماء لمعادن المكونة للصخور المتحولة حسب ما إذا كان عندي التحول الحراري تماسي أو التحول الإقليمي اللي هو regional metamorphism. طيب هاي دورة الصخور اللي شرحناها اليوم وعرفنا الصخور النارية، هاي هي الإيجنياس روكس والأبليفت اللي يصير عندي وتبدأ عملية الوذرينج والإيروجن، يبدأ عملية النقل يتكون عند السيديمنت، السيديمنت راح يكون لصخور رسوبية سيديمنتري روكس، بعدين نتيجة الحرارة والضغط راح تحول لميتامورفيك روكس، راح تحول لصهير، راح ترجع تكون لصخور رسوب.